سلام مرحبا بكم في كوزينتي. اليوم جبت لكم لا ريسيب تاع لا بوري دو بوم دو تير. جي بيان ديتايي كاع لي سيكري تاعها باش تخرج لكم بنينه كيما اللي تجي في لي ريستو ولا ماشي خير. الوغ بور سولا يلزمنا نخيرو حبيبات بطاطا يكونوا دو بون كاليتي. المقادير المضبوطه تاع كامل الوصفات تلقاوها في صندوق الوصف. نيزيتي با تشوفوهم مكتوبين بلغات العربية الفرنسية والإنجليزية. ألوغ هنايا قطعت قشرة البطاطا غسلتها وقطعتها غروسيرمون، دونك قطعوها كبار هكا قطعات كبار جوست باش طيب بالخف. يلفو بيان سافوار كو إلا عندكم حبات صغار ما تقطعوهمش، مي عندي هنا حبات كبار ألوغ قطعتهم على أربعة. بعد ما نقطع هذيك البطاطا تاعي بيان وحطها في كاسرون ولا قدره اللي تجوز فوق النار، نعمرها بالماء بارد، لازم يكون بيان ماء بارد ماشي سخون، سا سي امبورطون، ونحطها على النار تكون قويه حتى تبدا تغلي. كي تغلي لنا هذيك البطاطا نحسبوا 20 دقيقه 20 مينوت حتى 25 دقيقه ونشوفوها بالموس الى ولات طايبه طريه ولا لا. ابخي نشفها بيان هذاك الماء، لازم فريمون تكون نشفت بيان من الماء، ونبدا نهرسها سواء بهذاك لوتي تاع التهراس ولا بالفرشيطه، ولا كيما هنا درت انايا الفوي تاعي باسكو تكون ديجا طريه دونك تتهرس رابيدمون. نزيد لها الزبده، نحط لها اون بون كونتيتي تاع الزبده، دونك الكونتيتي راح نخليها لكم ثاني في صندوق الوصف. نيزيتي با تطلعوا عليه، ونخلط بيان هذيك الزبده مع هذاك مع هذيك البطاطا. ابخي ندير ملح وفلفل الكحل، دونك سي دي غو، كاين اللي ما يحبوش الفلفل الكحل ما ديروش الفلفل الكحل. ونزيد لها الحليب يكون سخون ماشي بارد باش ما باش يزيد يذوب لنا هذيك الزبده وتولي طريه هذيك لا بيوري، ونحرك بيان. الحليب كي نزيدو ما نزيدوش ضربه واحده، نزيد بالعقل حتى نشوف، باسكو كاين بطاطا تشرب بالخف الحليب وكاين اللي ما تشربش، دوكو نزيد بالعقل ونشوف تاعي لا تيكستور لازم تكون اون تيكستور كريموز، ونحرك بيان بالفوي. نحركها حتى تولي لي اون تيكستور فريمون بيان كريموز، وخلاص ابري جو لا سير ديريكتومون سي تو. ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت، نيزيتي با تجربوها باسكو فريمون بنينه، و ما تمحش تبدلوا هاد لا ريسيت دائما باسكو الي تري تري بون. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ومع لي ما بقى لي نقول لكم لا بروشين فيديو ان شاء الله. اي سلام.